فتح الاستيراد هل سيعيق من عملكم؟ هل سيعيق من عمل ماذا؟ من عمل المصنع؟ هل سيعرقل عملكم انه فتح الاستيراد راح يمنح ممكن وفرة للمنتوج هنا في السوق الجزائري، وبالتالي هل سيحفزكم على يعني ترقية المنتوج أو ما؟ هو في الحقيقة أنا ثقتي كبيرة بالدولة الجزائرية، لأنه هي إذا أعطتك فرص مثلا تعطيك رخصة استغلال باش تفتح مصنع، يعني فهي راح تحميك وراح تمشي معك. نعم. حاليا صحيح يمكن، لأنه لسه احنا ما زال ما عملناش، ما وفرناش المنتوج في السوق الجزائرية، يعني ما غطيناش السوق الجزائرية، فبالطبع هي راح تفتح مجالات يعني للاستيراد. نعم. الناس بنعيطوا لهم احنا لي زامبورتاتور، ولكن يعني مع الوقت راح تكون في حماية للمنتوج تاعنا، وراح تكون عندنا نسبة من تغطية السوق الجزائرية، وتبقى نسبة للناس اللي، لأنه احنا بالطبع مش راح نغطيو السوق ككل، يعني 100% راح تكون عندنا نسبة، فالنسبة الثانية احنا نخلوها للناس اللي متعودة انها تغطي السوق. وبنفس الوقت مادامنا نحكيو على المناولة، فراح نكون نتعاملوا بالمناولة مع هذه الناس اللي تستورد ايضا. نعم، خاصة في شراكة، خاصة انه المعرض فيه العديد من الشركات الأجنبية ايضا. صحيح.